من هناك ده من عندنا في الروم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حضرتك تكلمني النهارده عن اسعار الخضروات في السوق المصري. لا يا استاذ. ممكن تعرفنا الخضروات كده بشكل سريع؟ بتنجان ب5 جنيه وبتنجان 3 ب10 وب4 ب10. تمام. والخيار؟ ليمون ب5 وكيلو ونص ب10. تمام. الخيار؟ الخيار كيلو وربع ب5 وب5 وب10 وب8. الفلفل؟ والفلفل ده ب12 ب15. الكوسه والجزر والقصر؟ الكوسه ب10 جنيه ب8 جنيه، كيلو ونص ب10 ب5. فلفل والتوم؟ مفيش حاجه راقده معينه، الجو واقف والجو تعبان. لكن مفيش اسعار بتزيد من يوم للتاني ولا حاجه؟ مفيش، هو دلوقتي الحركه ميته، مفيش بيع ولا شراء. تمام. مفيش حركة، يعني الحركة ميتة خالص. يعني سوق الخضار بيبقى أسعاره ثابتة بنسبة كبيرة؟ هو بص، البياع لو جاب الحاجة ديت من قلب الجملة ب5 جنيه ومفيش لها سوق بيبيعها ب3. تمام. يعني لو جايبها من قلب الجملة ب5 جنيه ومفيش ليها حركة بيبيعها ب3. تمام. يعني مثلا أنت واخد الجزر بكام؟ ب5. الجزر ده يقف عليا أكتر من 5. يعني الجزر ده يقف عليه انا اكتر من 5 جنيه. طب مش لاقي له سوق، هل في بيع ولا ارميه؟ صح. هل في خضروات اسعارها بتزيد من يوم للتاني؟ في خضروات اسعارها بتزيد. ما انا قلت لك المفيد. تمام. انا بقول لك البياع لو جايب ديت من الجمله ب2 جنيه وما لقاش سوق وتلاقيها بجنيه وعاوز يبيعها بجنيه يبيعها بجنيه. طب عشان يلم فلوس الناس. طب بالنسبه للخضروات اللي الموسم بتاعها يعني دلوقتي، ايه افضل الخضروات في الوقت الحالي؟ هي بص، افضل الخضروات في الوقت الحالي في الشتاء. تمام. اما الصيف درجه الرطوبه بتبقى عاليه والخضار ما بيجمعش قوي. يعني عمر الخضار ما بيجمع قوي في الشتاء، في الصيف اكتريته في الشتاء. لكن الصيف تبقى الدنيا، الصيف يعني بيحرق الشجر. فبتلاقي الدرجه بتاعت الزرع قليله. طب وسعر الفلفل الالوان ده النهارده؟ سعر الالوان ده النهارده ب 12 جنيه. سعر متوسط وحلو كده بالنسبه للناس؟ بيبقى ب3 وب4 وب5. طب اللي بيؤدي لزياده سعره ايه؟ هل المحصول ولا؟ المحصول. بيبقى المحصول. تمام. في حاجه ثانيه؟ المحصول لما يكون كتير بتلاقيه برخص التراب. ومش لاقي حد يشتريه. ما بيبقى قليل، بتبقى هي دي المشكله. ما بيبقى قليل بيبقى شارد حلو شويه. تمام. هل في اسعار حاجه تاني حضرتك عايز تعرفها لنا عن البطاطس البصل؟ اي حاجه اقول لك عليها. البطاطس والبصل؟ البطاطس والبصل ب5 جنيه. الاثنين سعر واحد؟ كله ب5 جنيه. الفاصوليا، الثوم، البتنجان؟ الثوم لا، هو الثوم اللي شادي. الثوم هو اللي سعره غالي. هو اللي غالي عشان ايه؟ في الفترة كلها بتاعت الكورونا كانت الناس بتستعمل الثوم والحاجات دي.